بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل مع بعض والجزء ان شاء الله الاخير هنتكلم فيه النهارده ازاي نبدا نحط الخامات على الاوبجكتس بتاعتنا زي ما احنا كنا شايفين مع بعض في الايمجز اللي موجوده هنا. ازاي نتعلم مع بعض خامه الكاربت اللي موجوده، خامه الطوب، خامه الازاز، الخامه اللي بتديك احساس الاضاءه المصنفره اللي موجوده هنا. طبعا الخامات اللي موجوده في السين هنتكلم عنها النهارده، وهنتكلم برضو عن فكره البوست برودكشن، ازاي بقدر اطلع ريندر اليمنتس من فايل ال 3 دي ماكس بتاعي واقدر ادخله جوه برنامج الادوبي فوتوشوب وابدا اطلع سين بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. برضو هنتكلم مع بعض النهارده عن قصه الفوكال لينس وازاي بقدر اعمل الديبث اوف فيلد بالتكنيك اللي احنا شايفينه مع بعض. تعالوا كده نخش جوه برنامج ال 3 دي ماكس. تعالوا نبدأ نتكلم دلوقتي عن الماتيريال اديتور. طبعا احنا عارفين لو انا عايز اروح للماتيريال اديتور بنروح كده على قائمة ريندرينج، هلاقي في حاجة اسمها ماتيريال اديتور، وفي نوعين من الماتيريال اديتور موجودين عندنا. عندنا حاجة اسمها كومباكت ماتيريال اديتور وحاجة اسمها سليت. طبعا كل واحد ليه تكنيك مختلف. لو جينا هنا برضو عند الماتيريال اديتور بلاقي عندي النوعين موجودين هنا، الكومباكت والسليت، وطبعا الشورت كات بتاعتها زي ما احنا عارفين ام. لو دوست كده على الام بيطلع لي حاجة اسمها الماتيريال اديتور. دي الماتيريالز اللي احنا اشتغلنا بيها، يعني مثلا دي اللي هي الصوفة اللي موجودة عندي هنا، وبرضو الكاربت الاتنين بنفس الفكر. يعني لو انا اتكلمت عن الخامة بتاعت الكاربت كأني بالظبط بتكلم عن خامة الصوفة. تعالوا كده نبص مع بعض ازاي نقدر نعمل خامة بالشكل دوت. تعالوا نروح كده على سلوت جديد، طبعا بدوس على الجيت ماتيريال، بختار حاجة اسمها فيري ماتيريال، بروح كده يا جماعة على أول حاجة عندي الديفيوز. طبعا زي ما احنا عارفين الديفيوز هو شكل أو لون الخامة، يا يعني إما بحدد اللون بتاع الخامة من هنا يا إما بختار الشكل بتاعي من هنا. طبعا احنا عارفين إن الصوفة بتاعتي أو الكاربت بتاعتي دي عبارة عن صورة، فبدوس كده على الماب اللي هنا وبقول له بيت ماب وببدأ أروح أختار الصورة بتاعتي. لو احنا مثلا هنتكلم عن الكاربت بتاعتي فأنا بروح أختار كده صورة أهي زي ما احنا شايفين. طبعا الماتيريالز دي ان شاء الله تكون معاكم، وبختار كده الصوره بتاعت الكاربت بتاعتي وبقول له اوبن، بختار الصوره اهو. طبعا بقول له هنا مثلا شو اند ريزلت عشان ابقى شايف كده الفاينل برودكت وانا شغال على البارامترز بتاعتي، تمام. هقول له شو شيدد ماتيريال عشان ابقى شايفها، وبمسك كده الاوبجكت بتاعي وبقول له اساين ماتيريال تو سيلكشن. ادي كده الخامه بتاعت الكاربت بتاعتي واضحه زي ما احنا شايفين من خلال الاوبشن بتاع شو شيدد ماتيريال ان فيو بورت. بقول له طبعا جو تو بيرنت، كده برجع للخامه الاصليه بتاعتي عشان نبدا نشوف ايه البارامترز اللي انا هكون محتاجها معايا. اولا انا لما باجي بعمل اي خامه زي الكاربت ديت بحب اديها نسبه ريفليكشن بسيطه. كفيزيكس يا جماعه المفروض ان اي خامه في الدنيا هي فيها نسبه انعكاس، طبعا بتختلف من خامه للتانيه، ولكن احنا ممكن نتغاضى عنها في بعض الخامات. انا بحب الصراحه ابقى شغال بنسبه ريفليكشن ولو بسيطه من خلال حاجه اسمها الفريزنر ريفليكشنز، معامل انعكاس بتاعه الخامه ديت. فانا هاجي مثلا كده اقول والله انا عايز اخلي الاي او ار بتاع الخامه بتاعتي 1.4 بالنسبه ان انا بقلل من شده الانعكاس بتاعتي، وبروح على الريفليكت هدي له مثلا قيمه بسيطه كده وليكن مثلا 35 ولا حاجة. طبعا لو انا قلت له باك جراوند احس ان مفيش فرق كبير، ولكن طبعا زي ما احنا شايفين في نسبة ريفليكشن ولكن بسيطة جدا، يعني ممكن نخلي القيمة دي 20 ولا حاجة كفاليو، تمام كده. طبعا ما عنديش ريفراكشن، ما عنديش خاصية انكسار او شفافية للشاشة لو للخامة بتاعتي اسف. بروح كده على المابس، اكيد طبعا الخامه بتاعتي ليها تخشين، ليها بامب، فبدوس كده على نون بقول له بيت ماب وببدا اختار اهو البامب بتاع الصوره بتاعتي. باختار كده البامب، تعالوا نبص كده على الخامه اهو، ادي الخامه بتاعتي بنسبه البامب بتاعتها. طبعا ممكن في التايلنج هنا ابدا اقلل الخامه بتاعتي، فانا اقول له والله مثلا عايزها نص في نص، اسف اخليها 2.5 ولا حاجة، أو زي ما احنا شايفين تعالوا نخليها كده 3 في 3، تمام كده يا جماعة. يبقى أنا كده بزود التايلنج بتاعت البومب بتاعتي، ممكن نخليها 5 في 5 مثلا أهو، تمام. يبقى أنا كده إيه، عملت الديفيوز وعملت البومب. ممكن اديها بقى نسبة ديسبليسمنت بسيطة زي ما احنا كده شايفين في الصورة إن أنا عندي نسبة ديسبليسمنت بسيطة جدا، فأنا بقدر أروح كده على الديسبليسمنت اديها قيمه بسيطه بالشكل ده. اقدر يا جماعه اروح على البيت ماب ديت اقول لها كوبي
واجي هنا اقول له بيست اور بيست انستنس، لان هو بيديها طبعا ايه يعني بروز كده بسيط. بيست انستنس يعني لو عدلت في واحد عدل في التاني. معلش تعال نرجع كده نخلي التايلنج 4 في 4 تمام، بحيث ان هو يديني حاجه بالمنظر ده. طبعا لما هنيجي نعمل ريندر دلوقتي هنلاقي النتيجه زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ادي النتيجه اهي بتاعت الكاربت بتاعتنا اهي كده، البومب والديسبليسمنت مع بعض طبعا اداني الاحساس ال 3 دي اللي احنا شايفينه هنا مع بعض. تعالوا نبدا نتكلم برضو. هتلاقي الخامه بتاعت السوفا اللي موجوده نفس الكونسبت، يعني لو جينا بصينا عليها برضو هلاقي ان انا مستخدم في الديفيوز الصوره بتاعتها، هلاقي برضو ان انا تحت مستخدم البومب بتاع السوفا عشان خاطر اقدر كده اقول له اساين ماتيريال تو سيليكشن فيديني البرودكت. نفس الكونسبت برضو بالنسبه للاجزاء اللي موجوده عليها بالشكل ده. طب تعالوا ناخد كده خامه بفكر مختلف تاني. تعالوا نبدا نتكلم عن خامه الميتال بتاعه التيبل اللي موجوده هنا ديت. برضو بروح كده على اي سلوت من السلوتس اللي انا مش محتاجها، بدوس على جيت ماتيريال وبختار فيري ماتيريال. الفكره بتاعت الميتال دايما بتبقى مختلفه شويه عن الصور اللي بيكون فيها البومب وفيها ايمج معينه في الديفيوز. حضرتك بروح كده على الفيري ماتيريال، بروح على الديفيوز بختار درجه لون. انا مثلا كنت مختاره زي ما احنا شايفين في الصوره درجه لون غامقه جدا، فانا بروح كده على الماكس بقول له طبعا مش هخليها زيرو، ما بخليش طبعا اي لون يا جماعه بيبقى واخد زيرو، حتى لو ادي له قيمه واحده واحد هيبقى افضل بكتير من رقم زيرو، فانا هدي له مثلا 2 زي ما احنا شايفين. لما بحب اتست اي ريفليكشن او ريفراكشن على الماتيريال بتاعتي لازم هنا اشغل حاجه اسمها باك جراوند عشان يبدا يديني كده افكت انعكاس الباك جراوند ديت على السلوت بتاعي. طبعا الميتال فيه انعكاس وفيه جلوسنس، فبروح كده على الريفليكت ببدا ازود الانعكاس بتاعي واشوف النتيجه بتاعتي هنا مثلا حاجه بالشكل ده زي ما احنا شايفين، بقول له اوكي تمام. طبعا بيبقى عندي نسبة جلوسنس، احنا عارفين الجلوسنس اللي هو التغبيش او اللمعة بتاعت الصورة او بتاعت الماتيريال بتاعتي يعني، فباجي هنا مثلا اديها 0.8 اهي. طبعا النويز اللي بتظهر عندي دي يا جماعة بتبقى مشكلة سب ديفايس، فبروح كده على السب ديفايس بتاعتي بعليها، تعالوا مثلا نخليها 32. شايفين كده النويز بدأت تهدى بشكل كبير جدا. طبعا مع السيتنجز اللي موجودة عندي في الريندر هنلاقي ان شاء الله المشكلة دي اتحلت تماما. طبعا مع الفيري دينويزر في الريندر اليمنتس زي ما هنتكلم عنه ان شاء الله النهارده برضو هلاقيها اتحلت تماما. الفريزنر ريفليكشن بتاعي 1.6 ما عنديش مشكله فيه خالص. ده كده بالنسبه لخامه الستيل بتاعه التيبل ديت. اقول له كده اساين ده جروب، نيجي مثلا كده نفتح الجروب امسك التيبل بتاعتي واقول له اساين ماتيريال تو سيليكشن، برضو هي نفس الكونسبت بتاع التيبل اللي موجوده هنا دي هي لوحدها اهي في جروب، اقول له برضو اساين ماتيريال تو سيليكشن. طبعا الميتال ما بيكونش فيها اي ريفراكشن خالص، ما عنديش انكسار وشفافيه ولا بيكون فيها بومب ولا ديسبليسمنت، فهي كل الفكره بمنتهى البساطه ان انا بختار درجه اللون اللي انا عايزها وبرده بختار الانعكاس بتاعي بالاي ار يا جماعه، ده مهم جدا جدا، وبرده بتكلم في الجلوسنس اللي هو التغبيش. تعالوا نشوف خامه ثانيه عشان لما نيجي نعمل ريندر نحس ان احنا عملنا كذا حاجه. برده بنتكلم في الميتال، لو انا عندي الجزء اللي موجود هنا دوت زي ما احنا شايفين الماتيريال اللي موجوده هنا، بروح كده اختار برضو سلوت فاضي بقول له جيت ماتيريال، هقول له فيري ماتيريال، بختار برضو درجة اللون بتاعتي اللي موجودة هنا. انا كنت عايزها لون ابيض، طب برضو ما بختارش 255 بالظبط، يعني ممكن نختار مثلا 245 ولا حاجة او لون ابيض بس مش الفول بتاعي. برضو طالما ميتال بشغل كده الباك جراوند بتاعتي عشان خاطر اشوف كده الافكت بتاع الريفليكشن والريفراكشن. بروح على الكلر بتاعي، طبعا هزود الانعكاس يمكن نخليه برضو 230 ولا حاجة. طبعا الاي ار مهم جدا، فانا هزود الاي ار بتاع الميتال بتاعي خليه 1.8 بالشكل ده، وهروح على الجلوسنس لان هو برضو ليه لمعة خليه مثلا 0.9. طبعا عندي نويز بخليها برضو 32 ولا حاجة، ممكن يا جماعة 24 لو انا حابب اوفر وقت شوية تمام. وتعالوا كده نعمل ريندر ونشوف النتيجة في الجزء ده هتكون عاملة ازاي. زي ما احنا كده شايفين مع بعض ادي كده نتيجة البلاك ميتال اللي موجودة عندنا والوايت ميتال زي ما احنا كنا عاملينها. طب تعالوا نبدأ نتكلم دلوقتي عن خامة جديدة زي خامة الإزاز.
عايزين برضو نتكلم عن خامة الطوب اللي موجودة هنا والخامة بتاعة اللمب اللي هي المصنفرة زي الصورة اللي موجودة هنا كده. بالنسبة لخامة الإزاز بروح كده على الماتيريال إديتور. تعال نروح على سلوت كده جديد، هقول له برضو جيت ماتيريال، هقول له فيري ماتيريال. دايما يا جماعة الإزاز بيكون الديفيوز بتاعه لونه أسود، فبروح كده على الديفيوز بختار لون أسود. طبعا ليه ريفليكشن وليه ريفراكشن، فبروح كده على الريفليكت بخليه نسبته كبيرة. طبعا مش بحبش انا 255، فخليها كده 250 مثلا، اقول له اوكي. طبعا الفريزنر ريفليكشن اللي هو الاي يو ار، فتعالوا كده نخلي الفريزنر ريفليكشن 1.8 علشان خاطر اعلي يعني من الانعكاس. طبعا بشغل الباك جراوند زي ما اتفقنا مع بعض علشان خاطر اشوف كده الايفكت بتاع الباك جراوند على السلوت بيكون عامل ازاي. طبعا لو انت محتاج تعلي السب ديفايسز، بس بما ان انا ما عنديش اي جلوسنس فمش بحتاج قوي ان انا اعلي السب ديفايسز عشان التايم بتاع الريندر ما يبقاش عالي عليا. تمام، تعالوا كده نروح على الريفراكت. طبعا بعلي قيمه الريفراكت بتاعتي مثلا 230 ولا حاجه، 240 مش هتفرق يعني، اقول له كده اوكي. برضو بروح على الاي او ار بخليها 1.8. تمام، طبعا محتاج اعلي السب ديفايس ولا حاجه. المهم ان الافكت شادوز بتكون شغاله زي ما احنا شايفين، والجلوسنس مش محتاج ان انا اغير فيه. طبعا بروح كده على الاوبجكت بتاعي وبقول له اساين ماتيريال تو سيلكشن. طبعا هفتح بس الجروب اتاكد ان هي دي بس، ايوه تمام كده، اقول له اساين ماتيريال ايه تو سيلكشن. طبعا محتاج ان انا اقلل الريفراكت شويه فخليها مثلا 210 او حاجه. تمام كده، تعالوا نبدا نتكلم برضو عن الخامه اللي موجوده هنا، وبعد كده نبقى نعمل ريندر مره واحده. هروح برضو كده على سلوت جديد بقول له جيت ماتيريال، هختار فيري ماتيريال. تعالوا برضو نتاكد كده ان هي دي لوحدها، هدوس اف 4. تمام، تعالوا برضو ناخد الاوبجكت اللي هو ماسك اللمب ده هنا كده، ونديله خامة الستيل اللي اتفقنا عليها مع بعض قبل كده. تعالوا نرجع للمب. خامة اللمب برضو بروح على الديفيوز بختار الدرجة اللي انا عايزها. تعالوا مثلا نختار درجة كده فاتحة شوية. تمام، طبعا ليها ريفليكشن، فبروح كده على الكلر وببدأ اديها انعكاس. طبعا قلنا عشان نشوف الكلام ده بحتاج كده اكبر السلوت واشغل الباك جراوند. تمام، طبعا الفريزنر ريفليكشن برضو هخليه كده 1.8 بالشكل ده. الجلوسنس هخليه مثلا 0.75 زي ما احنا شايفين. وطبعا عشان النويز اللي موجوده هنا فمثلا اخليها 24 ولا حاجه، مش محتاج ان انا اخليها 32 بحيث ان انا ابدا اديها بالشكل ده. طبعا ليها برضو ريفراكت زي ما احنا كنا شايفين في الصوره كده، ليها نسبه شفافيه بتطلع اضاءه، بس الشفافيه بتاعتي مصنفره، فانا باجي كده على الريفراكت بحدد قيمه معينه مش عاليه قوي يعني، مثلا ممكن نخليها 60 ولا حاجه، نقول له كده اوكي. بنروح مثلا على الاي او ار نخليها مثلا 1.1 عشان بس ما يبقاش الانكسار بتاعي عالي قوي. عندي برضو الجلوسنس اللي هي التغبيش بتاعتي، فتعالوا كده نخليها منغمشها بشكل كبير، فخليها 0.6 بالشكل ده، وهعلي السب ديفايس بتاعتي بحيث انها تبقى 24. ممكن هنا نحتاج 32 بقى لان نسبة التغبيش بتاعتي عالية جدا. تمام، وطبعا مهم جدا جدا ان انا بمشغل الاوبشن بتاع الافكت شادوز. طبعا سلكت الاوبجكت بتاعي والساين. تمام، مفيش مشكله. تعالوا برضو نعمل خامه الطوب. بروح كده على الجيت ماتيريال فيري ماتيريال، بروح هنا طبعا انا الطوب ما عنديش فيه لون، عندي صوره ماب يعني، فبروح كده على الماب بقول له بيت ماب وببدا اختار الصوره بتاعتي. تعالوا كده نختار الصوره كده اهي، دي صورة الطوب اللي موجودة. طبعا هتلاقيها موجودة برضو في الفايل. هقول له جو تو بيرنت. طبعا الطوب ملوش ريفليكشن ملوش ريفراكشن، وان كان برضو زي ما اتفقنا مع بعض ان انا هديله نسبة ريفليكشن بسيطة.
وليكن مثلا 10 بالنسبة لأي ار، فدي مش نسبة عالية قوي طبعا عشان الباك جراوند يعني مش هلاحظها جدا، بس يعني موجودة عندي. بروح كده على المابس، بروح على البامب بتاعتي، بدوس على نون بقول له بيت ماب، وبرضو بختار صورة البامب بتاعت الطوب. طبعا نشوف الافكت بتاعي بشكل واضح اهو، تمام، مش محتاج displacement ولا حاجة. هقول له بس شو، واروح على الطوب بتاعي واقول له assign material ايه to selection. تعالوا برضو نعمل ريندر ونشوف اللي احنا وصلنا له في الخامة بتاعت الاضاءة اللي موجودة هنا مصنفرة، وخامة الازاز بتاعتي وخامة الطوب. وطبعا تعالوا بقى نشوف باقي الماتيريالز بنفس الكونسبت اللي احنا شرحناه في باقي السين هيكون عامل ازاي. تعالوا نعمل ريندر ونشوف النتيجة كده مع بعض. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، ادي كده الفاينل ريندر بتاعنا لما جينا حطينا الماتيريالز كلها. ادي الخامه بتاعت الوول اللي احنا اتكلمنا عنها، وخامه الازازه اهي، طبعا الخامه بتاعت اليونت بتاعت الضوء، وباقي الماتيريالز طبعا زي ما احنا شايفين بنفس الفكر ونفس الكونسبت اللي اتكلمنا عنه. هنبدا نتكلم دلوقتي عن فكره الديبث اوف فيلد. لو انا مثلا عندي اوبجكت بالشكل ده وعايز ابدا اعمل عليه فوكس بحيث ان البرودكت بتاعي يبقى بالمنظر ده من داخل برنامج ال 3 دي ماكس، يعني لو انا جوه برنامج ال 3 دي ماكس وعايز ابدا اطلع حاجه بالشكل دوت، تعالوا نشوف مع بعض نقدر نعملها ازاي. لو احنا شايفين كده انا عملت فيري فيزيكال كاميرا عاديه جدا، دي الديفولت سيتنج بتاعتي اللي في نمبر 8، الوايت بالانس زي ما هو وكل حاجه زي ما هي، انا ما غيرتش في اي حاجه، انا بس جاست حطيت كده الكاميرا الفيري فيزيكال كاميرا بتاعتي في المكان ده عشان اقدر افوكس على الاوبجكت دوت. الافكت اللي اسمه ديبث اوف فيلد بقدر احصل عليه من حاجتين مهمين جدا. اول حاجه عندي حاجه اسمها الفوكال لينس، وتاني حاجة حاجة اسمها الاف نمبر. الاتنين دول مع بعض بيقدر يديني الافكت ده بشكل قوي جدا، بحيث ايه، كل ما الفوكال لينس بيزيد معايا ده معناه ان الفوكس على الاوبجكت بيزيد، يعني كل ما بزود الفوكال لينس ده معناه ان انا بفوكس على الاوبجكت اكتر، وبالتالي الفيلد اوف فيو بتاعي بيقل. نفس الكلام في الاف نمبر، الاف نمبر لو قعدت تصغر ده بيديني افكت اعلى للديبث اوف فيلد لان فتحة العدسة بتاعتي بتزيد. طيب ازاي نعمل القصة دي مع بعض؟ اولا بروح كده من التوب اتأكد كويس جدا ان الكاميرا اللي انا عايز اعمل بيها الافكت دوت الفوكال لينس بتاعها او الجزء اللي انا عايز افوكس عليه موجود جوه المربع دوت، جوه الحدود ديت. بصوا كده يا جماعة، لو انا قللت الفوكال لينس ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان هو كده بيفوكس على البروجكت بالكامل، فالافكت بتاع الديبث اوف فيلد ما هيكون غير واضح تماما. ليه؟ لان البروجكت بالكامل اصبح جوه مجال الفوكال بتاعي، ولو انا بصيت كده هلاقي طبعا زي ما احنا شايفين كده الفيلد اوف فيو اصبح ايه؟ كبير جدا. ليه؟ لان الفوكال لينس قلت، الفوكس اللي انا عايز احققه عندي في البروجكت بتاعي بقى قليل. فطبعا اللي انا بعمله ان انا بفوكس اكتر على الاوبجكت بحيث ان هو يكون موجود جوه الايه؟ جوه الحدود اللي انا شايفها قدامي كده، علشان خاطر اقدر اعمل الافكت بتاعي. اهو شايفين انا كده بفوكس على الاوبجكت ديت بحيث ان كل ما ببعد عنه بيقدر يديني البلورد كده اللي احنا شايفينه في الصوره ديت. شايفين كده كل ما ببعد كل ما الاوبجكت بيبقى ايه؟ مور بلورد اكتر. طيب انا دلوقتي خلاص قلت مثلا الفوكال لينس بتاعي هعمله مثلا 80 ولا حاجه بحيث ان انا بقدر افوكس على الاوبجكت بتاعي زي ما احنا شايفين. تعالوا نرجع ورا سنه كده اهو، جميل. تاني حاجة بروح اعملها يمين هي الاف نمبر، ببدأ اقلل من قيمة الاف نمبر بتاعتي وليكن مثلا 2 علشان خاطر اقدر احقق فكرة الايه؟ الديبث اوف فيلد بتاعتي. طيب لو انا عملت ريندر دلوقتي هتقابلني مشكلتين، ان الافكت بتاعي لسه ما اتحققش، وان الاكسبوجر بتاعي يبقى عالي جدا جدا، لان زي ما احنا عارفين ان الاف نمبر كل ما بتقل كل ما الاكسبوجر بتاع اللايتنج بيزيد. طب عشان نحل المشكلتين دول بنعمل ايه؟ اولا عشان احل مشكله الديبث اوف فيلد بنزل تحت خالص، هنلاقي عندنا حاجه هنا اسمها سامبلنج زي ما احنا شايفين، فيها التو افكتس اللي اقدر احصل عليهم من الفيري فيزيكال كاميرا بتاعتي. عندي الافكت اللي اسمه ديبث اوف فيلد، وفي افكت كده اسمه الموشن بلور بتاعي هنبقى ان شاء الله نتكلم عنه في فيديو تاني منفصل. طبعا بروح كده على الديبث اوف فيلد وببدا اشغل الافكت دوت. كده انا حليت اول مشكله عندي ان الافكت بتاع الديبث اوف فيلد يكون شغال معايا. طيب احل ازاي مشكله الاكسبوجر بتاعت الاف نمبر؟
طبعا عندي طريقتين تانيين بقدر اعوض بيهم عن الاكسبوجر بتاعي العالي، يا اما بروح على شاتر سبيد ازودها فالاكسبوجر يقل، يا اما بروح على الفيلم سبيد اللي هي الايزو بتاعتها عشان خاطر تبدا الايه القصه بتاعتي تبقى مظبوط. فهروح كده على الشاتر سبيد مثلا ازودها اخليها 600 ولا حاجه، وبرده بروح على الفيلم سبيد انا هخليها 100 مفيش مشكله. طبعا من ضمن الاساسيات المهمه بالنسبه لي في الفيري فيزيكال كاميرا ان الوايت بالانس بتاعي يبقى ايه، يبقى نيوترال، ما يبقاش اللي هو الايفكت اللي هو الدي 60 5 اللي موجود عندي دوت، عشان خاطر ما يبقاش فيه نسبه زرقان بسيطه كده ولو بسيطه في الاضاءه بتاعتي. طيب تعالوا كده نعمل ريندر ونشوف بعد ما خليت الفوكال لينس كبير عشان اقدر افوكس على الاوبجكت، الاف نمبر خليته 2 والشاتر سبيد خليته 600 والايزو زي ما هو. وما ننساش طبعا مهم جدا ان انا اعمل تشيك على الايفكت بتاع الديبث اوف فيلد. تعالوا كده نعمل ريندر ونشوف مع بعض النتيجه هتكون عامله ازاي. زي ما احنا شايفين كده مع بعض ادي النتيجة اللي طلعت معانا اهي. طبعا قدر يفوكس بشكل كبير جدا على الاوبجكت اللي موجود هنا. لو بصيت بقى على اللي وراه هتلاقي ان الديبث اوف فيلد بدا يشتغل، دي بقت بليرد شويه، طبعا الترابيزه بليرد اكتر، الكنبه بليرد اكتر واكتر، الزرعه اللي موجوده هنا اكتر واكتر. يبقى زي ما انا بقول لك كل ما بتبعد اكتر وبتركز اكتر بالفوكال لينس بتاعتك على الاوبجكت طبعا كل ما الموضوع بيبقى ايه افضل زي ما انت شايف، باللص طبعا للاف نمبر، وزي ما قلنا بنعالج الاف نمبر من خلال ايه قيمه الشاتر سبيد اللي موجوده عندنا. ده كده بالنسبه لقصه الفوكال لينس. تعالوا بقى نشوف لو انا عملت ريندر للايمج بتاعتي ببدا اعمل لها سيف. طبعا بروح كده على الفيري فريم بوفر بتاعي، بروح كده اعمل سيف. في عندنا نوعين من السيف، في حاجه اسمها سيف كارنت تشانل بتاعتي اللي هي الصوره اللي اوريدي موجوده عندي، وفي طبعا للاليمنتس بتاعتي كلها احنا بنسيف الاليمنت بتاعتنا. طيب زي ما احنا شايفين كده ادي الصوره هي اللي طلعت من برنامج 3 دي ماكس، دخلناه جوه برنامج الفوتوشوب. من ضمن الاليمنتس اللي طلعت معانا عندنا حاجه مهمه جدا يا جماعه اسمها الفيري اكسترا تكس. الاكسترا تكس ديت بتقدر تديني حاجه اسمها الامبيانت اوكلوجن. الامبيانت اوكلوجن ديت يعني بقدر اروح عند الكورنرز وافوكس عليها اكتر. مبدئيا انت لما بتيجي تعمل لها ريندر بتكون طالعه بالشكل دوت. طبعا هنتكلم في فيديو خاص عن الريندر اليمنتس، هنتكلم يعني ايه الريندر اليمنتس وايه اللي انا بقدر اشتغل بيه وازاي اقدر استفيد بيها في عمليه الريندر. ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل. المهم ان انا بيطلع لي حاجه اسمها الفيري اكسترا تكس، بيديني كده زي ما انتم شايفين في الحتت اللي بيكون فيها ايدجز كده بيديني ليها اللون اسود. طب استفيد بيها ازاي؟ انا بقدر اقف على اللاير ديت وبختار لها مود معين بنسميه زي مثلا الملتبلاي كده. شايفين ملتبلاي بيعمل ايه؟ بصوا الفرق قبل وبعد، بيبدا يفوكس اكتر على الايدجز اللي موجوده فيديك احساس اكتر بالشادوز في الاماكن اللي موجوده هنا ديت. طبعا زي ما احنا شايفين كده في تفاصيل اكتر بسيجمنتس اكتر هنا فمدياني البرودكت ده، فانا باجي كده اركب ماسك هنا وابدا اشيل بمنتهى السهوله ايه الجزء اللي موجود هنا ده. تمام، واقدر طبعا اقلل الاوباست بتاعتها، فهاجي كده مثلا اقول والله انا عايزها 20%، عايزها 30%، بحيث ان هي تديني الايه الايفكت اللي احنا شايفينه ده كده اهو. تمام، بعد كده ببدا اشتغل بان انا بظبط الكونتراست بتاعي والعب على الوان اكتر. انا واحد من الناس بحب اشتغل بفكره الكيرف. باجي كده يا جماعه الاول عملت كده، بنيجي على الادجستمنتس اللي موجوده هنا وبشغل حاجه اسمها كيرف. بعد كده بدخل على الكيرف بتاعي بكنترول على كل لون لوحده، بلاقي عندي حاجه اسمها الريد زي ما احنا شايفين كده، مسكت درجه الريد بتاعتي وبدات ايه العب فيها بالشكل ده، بدات اقللها. طبعا الكيرف كل ما بزود كده بزود الكونترست بتاع اللون الاحمر، فانا خليت الريد بتاعي بالشكل دوت ورحت كده على الجرين برده قعدت اظبط فيه بالمنظر ده، كذلك في البلو طبعا زودت الدرجه بتاعت الازرق اللي موجوده عندي عشان خاطر انا مثلا حابب اعمل مود بالشكل ده. لو انا عايز اعمل المود في مثلا نسبه اوف وايت اكتر او كده فبروح على الريد ازوده واقلل البلو وهكذا. فانا رحت كده على الكيرف دوت قدرت العب في الريد والجرين والبلو لحد ما اداني المنظر دوت. بعد كده رحت عملت كيرف جديد برده زي ما احنا شايفين، زودت فيه الريد شويه والجرين عملت قعدت العب فيها بالشكل دوت والبلو لحد ما قدرت اوصل للايه
للفاينل ايمج زي ما احنا شايفين. بعد كده انا واحد من الناس بالذات في الديبث اوف فيلد بحب ان انا افوكس اكتر على الاوبجكت بتاعي من خلال افكت جميل جدا اسمه فاينيتنج. الافكت بتاع الفاينيتنج دوت لو انا عايز اعمله جوه برنامج الفوتوشوب في طرق كتيره جدا ممكن اشتغل بيها. انا واحد من الناس ممكن اجي كده اعمل نيو لاير واروح اعمل درجه جراي اللي هي 128 128 128 128 واقول له كده فيل، بدوس على الت باك سبيس بيعمل حاجه اسمها فيل للصوره بتاعتي. وبعد كده اقوم رايح للون الاسود بدوس دي بيخلي لي الالوان بتاعتي ابيض واسود تاني زي الاول، او باجي كده على بلتة الالوان طبعا واختار اللون الاسود مفيش مشكله. وبروح كده للبروش طبعا بخلي الهاردنس بتاعتي تمام والسايز تمام وببدا ايه ابروش كده بالشكل ده. كان في تضارب موجود عندي هنا كده اهو. وبعد كده بقف على اللاير دي بقول له ايه اوفرلاي اهو زي ما احنا شايفين. طبعا بدا يعمل الفاينيتنج بتاعي بشكل افضل. طبعا بقدر اروح على الاوباستي واقول له لا انا عايزه مثلا 20% او 30% بحيث ان هو يقدر يديني الايه الايفكت اللي احنا شايفينه دوت. تمام. طيب كده قدرت اخلص الحمد لله الفري ورك شوب اللي اتكلمنا عنها بتاعت الفيري، ان انا ازاي اقدر اشتغل باللايتنج سيستم اللي احنا اتعلمناه في السين دوت، ازاي ابدا اشتغل على الماتيريالز بالمنظر دوت، والافكت بتاع الديبث اوف فيلد زي ما احنا شايفين. يا رب يكون الورك شوب فادتكم بشكل كبير. ولو في اي حد عنده اي استفسار يقدر يتابعنا على البيج او يبعت لنا على المسجز على البيج بتاعتنا، هتلاقينا ان شاء الله بنقدر نرد عليك. وإن شاء الله أشوفكم على خير في ورك شوب جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.